السلام عليكم يا شباب، الله يعطيكم العافية ويجزيكم الخير. اليوم الأحد 27/6/2021، قناة سوق المواشي في إدلب وشمال سوريا. احنا اليوم بسوق إدلب طريق كفر جالس. دعمونا القناة يا شباب، ما زلنا مستمرين بالحملة، بدنا نوصل القناة قبل عيد الأضحى 50,000، طبعا بفضل الله ثم بهمتكم. الله يجزيكم الخير، امبارح الشباب تفاعلوا والله يجزيكم ألف خير على الدعم اللي قدمتوه امبارح. بدنا يعني الدعم يستمر إن شاء الله. الله يجزيكم الف خير، انشروا لنا رابط الفيديو، انشروا لنا القناه عند المهتمين، يعني الناس اللي تحب هالمحتوى اللي عم نقدمه، يا ريت تنشروا لنا رابط القناه، نحاول نضاعف عدد المشتركين. باذن الله عجلات الشباب 18 راس ثنايا وربع للجب غنم حليب، موجودات عند اخونا سامر، على ربج اخونا سامر، معروضات للبيع. ندفع بين 1500 ليره تركي للراس وطالبين 2000. غنم ما شاء الله خشانة طيبة وفتاية وما شاء الله كويسات والله. دفع بين 1500 ليرة تركي. امبارح الشباب بالتعليقات سألونا عن غنم الحليب، هاي أسعارهم تقريبا، يعني بس هاي غنم فتاية ما شاء الله ووضعهم زين. وبإذن الله شباب ما شاء الله بسوق اللحم، اللهم صل على محمد، غالي خشنات ما شاء الله تبارك الله، شي رفع والله، يوزن بالتسعين كيلو. اشتراهن حج رياض النجم ب31 ليرة الكيلو، اللهم صل على محمد، خشانة وشي طيب والله. اي لحم الاضاحي يعني بلش ينزل على السوق وبلش ينزل الشيء الطيب، يعني 31 اللي معرف بلسانه عم بيشتري بالصدق، بس بالصدق عم بيشتري، عم يربح بالصدق، شي طيب والله يا شباب. لحم الضحايا ما شاء الله، يعني 110 كيلو بهذا يا شباب، وزن 100 كيلو، موجود على ربج اخونا حج ذيب ما شاء الله، انباع ب 33 ليرة الكيلو، اللهم صل على محمد، ما شاء الله تبارك الله. وبإذن يا شباب ما شاء الله 35 خروف سرحيات ما شاء الله، عرباطة موجودات عند أخونا أبو حسين، 35 خروف ما شاء الله تبارك الله، نظاف وطرقة واحدة، اللهم صل على محمد، شكارة واحدة. أخوي أبو محمد شقد نطلب بهن، شقد ندفع بهن؟ والله ما دفعنا فيه شيء اليوم، ما نسامن، لا السوق تعبان اليوم. شقد طالبين بهن؟ والله مطلبنا 1100 ليرة تركي، وزن 40 كيلو الخواريف ما شاء الله تبارك الله، والله نضاف كلهن ما شاء الله، طرقة وعدة سرحيات. اللهم صل على نبينا محمد، اللهم صل على محمد، ما شاء الله. شوفوا اشكار هاي يا شباب، غنم حرق ما شاء الله حمر، اللهم صل على محمد، موجودات عند الدلال بهاء، اللهم صل على محمد. والله غنم طيبة ما شاء الله، رفع هاي الجنان، اي والله خشانة ونظافة وكل المواصفات كويسة. وينك ابو سامة حسك، وينك وينك عن هالغنم؟ اللهم صل على يا عمر اقسم بالله ب 17 يا طيب، والله 17 باعك 17 باعك، ما باعك دي طهرك مشي، والله غنم طيبه يا شباب، اللهم صل على محمد، ان شاء الله تبارك الله، شكاره طيبه والله. بهن كم وحده ينفن، لكن بشكل عام ما شاء الله شكاره تفتح النفس والله، اللهم صل على محمد. شباب جملانيات ما شاء الله، بي هاي جملانيه والله يا شباب. اليوم السوق فاضي والحركه قليله، يعني بي حركه على سوق اللحم بس،
باقي ما تبقى السوق فاضي ما في شيء. هذا سوق الأحد، سوق الأحد بدلب عادة يكون هذا وضعه، ما صار لا بيع ولا مشترى. لا تنسوا الاشتراك بالقناة يا شباب وتفعيل زر الجرس مشان يوصلكم كل شيء جديد، وانشروا لنا رابط الفيديو على المجموعات عندكم مشان تعم الفائدة، وادعمونا يا شباب، ادعمونا بإضافة المشتركين، أهم شيء مضاعفة عدد القناة، بدنا نوصل 50,000 قبل عيد الأضحى إن شاء الله بفضل الله ثم بهمتكم. الله يجزيكم الخير.